ما حكم عيد الأم؟ هذا من البدع. وليعلم أننا أمرنا بالإحسان إلى الأمهات طيلة حياتنا قدر استطاعتنا، ليس يوما واحدا في العمر. إن المسيح نطق في مهدي قائلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. هذا والآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ولا يخفى عليكم جميعا أننا كمسلمين لنا عيدان، لنا الفطر والأضحى. قال عليه الصلاة والسلام: لما وجد اليهود يلعبون في يوم عيد إن الله أبدلنا خيرا منهما الفطر والأضحى. ولم يقم النبي عيدا لنزول القرآن عليه، ولا عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا للهجرة، ولا عيدا لفتح مكة، ولا عيدا للنصر يوم الأحزاب، ولا يوم حنين. فلا تتبعوا سبل فارس والروم واليهود والنصارى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر طب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك.